عشاق الرياضة في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. ها نحن نلتقي مجددا بكل الحب والشوق، ونسأل الله عز وجل في هذه الأيام وفي كل الأيام أن يحفظ اليمن وأبنائها ورياضتها. أما في جديد هذه الحلقة من أحوال الرياضة فسنشاهد معا، بعد تحريف اللوائح، رؤساء وأمناء الاتحادات الرياضية، وكلاء وزارات ومدراء عموم، مكاتب الشباب في المحافظات عقبة أمام تطور الرياضة لم يطالها التغيير، مبنى الاتحاد اليمني العام لكرة القدم فارغ على الدوام بطوابقه السبعة، بطلب من صاحب الفكرة المؤتمر الوطني للرياضة يتأجل، في أسوأ تصنيف له من الفيفا المنتخب اليمني لكرة القدم في المركز 170 عالميا، سهام المراوعة ناد مهمل وملعب للبيع والشراء، استاد عمران الدولي 10 سنوات عجاف. أهلا بكم. من أهم الدوافع التي استدعت إجراء انتخابات للأندية والاتحادات الرياضية التخلص من ازدواجية المناصب الرياضية وتعددية المهام للشخص الواحد، والدفع بخلق وجوه قيادية جديدة، لكن ما تبين عكس ذلك، فعدد من المسؤولين الرياضيين ما زالوا يجمعون بين أكثر من موقع رياضي، رئيسا أو أمينا عاما لنادي أو اتحاد، والبعض في موقع مدير عام أو وكيل وزارة. حين يكون الرقيب مراقبا لنفسه، وحين يخلي أحدهم العهدة عند ذاته ويتم اعتماد المخصص المعتمد أو حصن أسراره، فكيف ستكون النتيجة طالما وأهل القرار بوزارة الشباب والرياضة هم أنفسهم في إدارات الاتحادات الرياضية؟ مشكلة الازدواج في الاتحادات الرياضية وفي الوزارة بلا شك أنها تؤثر بشكل كبير جدا، وكما قيل في المثل الشعبي صاحب المهرتين كذاب. فطبعا انت لما تشتغل في الاتحاد وانت بوزاره الشباب والرياضه لابد ان تكون هناك مصالح معينه ستجبرك على انك تجامل كثيرا الاتحاد، لانه بيهيئ لك مصلحه معينه او بيسخر لك نوع من الدخل المضاعف. فطبعا في هذه الحاله بتكون على حساب القوانين وعلى حساب التشريعات الرياضيه التي تنظم العمل الرياضي في الاتحادات. تفصيل اللوائح حسب مقاسات مفصليها وأصحاب النفوذ صناعة يمنية بنكهة رياضية، لوائح خرجت إلى النور قبل سنوات منعت الكثيرين من الوصول إلى إدارات الاتحادات، لكنها تغيرت وبفعل فاعل أصبحت عالة على الرياضة والرياضيين. لائحة الانتخابات الرياضية مثل ما تم تعديلها في السابق أيام وزير عبد الرحمن الأكوع، كان هناك نص واضح وبند بعدم خوض أي شخصية رياضية تتبوى أي منصب في وزارة الشباب، وعدم ورفض واللائحة يعني نصت هكذا بالحرف الواحد أنه لا يجوز لأي شخصية موجودة في وزارة الشباب والرياضة أو تجد الحصانة انها تترشح للاتحادات، وهذا كانت خطوه اعتقد انها جيده وايجابيه. ليس في ما يتعلق باللوائح، بتناقش عده اشياء كثيره، اوراق مقدمه من الاتحادات، وايضا الوزاره المعنيه بتقديم ورقه لها، فحتى العمل في اطار الوزاره ما يرضي الشخص الذي يشوف ويمارس العمل داخل الوزاره بهذا الكم مثلا من الوكلاء. تداخل الوظائف وازدواجيتها بين الاتحادات والوزارة ادى الى ضعف النشاطات الداخلية والخارجية للاتحادات، كما افقدها التخطيط السليم للارتقاء مقابل اعمال الوزارة التي تحصل على اهتمام اكبر لسبب او لاخر. لا يمكن ان تكون انت الخصم وتكون الحكم، مش معقول. فلا بد انه انا ارى انه ولا زلت عند موقفي هذا انه ما في داعي ان يكون مدير عام او ايا كان من الوكلاء. نحن طبعا ما عندنا وكلاء رؤساء الاتحادات غير 2 وكلاء. تبوء العديد من المسؤولين في الوزاره وصندوق النشئ لمناصب اتجاهها الى عبث لا اول ولا اخر له، فهل عقمت الرياضه من ان تنجب كوادر رياضيه حتى يكون المسؤولون هم انفسهم في الوزاره والاتحادات؟ طارق السعيد، أحوال الرياضة.
انتهت فصول المسرحية الهزلية التي دارت حول الاتحاد العام لكرة السلة، وتكسب إدارته الجديدة القضية بحكم من المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة ضد رئيس اللجنة المؤقتة سابقا مع دفع غرامات مالية، بينما لا يزال الحظر الدولي قائما على اتحاد السلة. محطات كثيرة مرت بها قضية اتحاد كرة السلة، فبعد رفض اللجنة المؤقتة السابقة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أطاحت بهم من على رأس الاتحاد، وامتناعهم عن تسليم مقر الاتحاد ووثائقه، وتدويلهم القضية برفع شكاوى للاتحادين الآسيوي والدولي، كانت آخر المحطات هي المحكمة الإدارية التي حكمت بشرعية الاتحاد الجديد وردت الدعوى وغرمت العزاني الرئيس السابق مصاريف المحاماة. بهذا يكون قد أسدل الستار على آخر فصول تمرد اللجنة السابقة، ولم يتبقى سوى رفع الحظر عن سلتنا اليمنية. الحمد لله تم نطق الحكم المنتظر منذ أكثر من 6 أشهر، وكان النطق واضح جدا بصحة الانتخابات وباعتماد النتائج وتغريم المدعي ب50,000 ريال ورفض الدعوة، وهذا يعتبر تأكيد على أن القضية كانت واضحة من البداية وأن العملية فقط كانت تحتاج إلى تأكيد أكثر من قبل القضاء. والحمد لله اليوم نحن في احتفالية إلى جانب انطلاق الدوري وانطلاق الموسم، نحتفل كذلك بالحكم الذي أنصف الاتحاد الشرعي المنتخب. وعلى صعيد آخر، انطلق دوري الدرجة الأولى بعد طول انتظار، فقد كان متوقفا لمدة قاربت 3 سنوات، ولكن ما أن بدأ الدوري بدأت الانتقادات للاتحاد، فالبعض رأى بأن فترة 7 أسابيع قليلة وتشكل ضغطا على اللاعبين، وأن لعب مباراتين في الأسبوع أمر مرهق. فترة الدوري ما كانش كويسة، الآن عاد تكون مسألة الهبوط، كل الفرق عاد تحس نفسها أن تهبط بسهولة، أنه ضروري كل مباراة تكون في أسبوع، أما لما يضغطوا الدوري مبارتين في أسبوع هذا غلط. لا يوجد شكوى، كرة السلة لعبة سريعة، لعبة تحتاج إلى أكثر مباريات. نحن عندما نجعل الفريق يلعب مباريتين يوجد جانبين، جانب مالي وجانب فني. الجانب الفني يعطي اللاعب أكثر وقت من اللعب، أكثر لاعبين متوقفين أكثر من موسمين، أعتقد الجانب الإيجابي فيها أكثر من السلبي. والجوانب المالية يعلم الجميع أننا نحاول بقدر الإمكان استفادة من زيارة أي فريق إلى أي محافظة فيها فريقين يلعب مباريتين مع الفريقين، وإرسال فريقين مقابل فريقين بحيث لا يوجد فريق يرتاح، الأربعة يلعبوا مع بعضهم، وهذا شيء إيجابي لا يوجد فيه أي شيء سلبي. عدم وجود الملاعب لأغلب الأندية الرياضية معضلة كبيرة للاعبين الذين يحتاجونها لكي يتدربوا عليها بدلا من الملاعب الأسمنتية التي غالبا ما تعرضهم للإصابات. الصالة المغلقة في النادي الأهلي هي تابعة للوزارة والاتحاد، ومن حق أندية العاصمة استخدامها، لكن إدارة الأهلي تمنعهم من ذلك، وكأن الصالة أنشئت من جيبهم الخاص. الحكام أيضا ألقي باللوم عليهم، وقال اللاعبون بأن هؤلاء الحكام قليلي الخبرة، وكان يجب أن لا يحكموا الدرجة الأولى إلا وقد تدرجوا في الثانية والثالثة. الآن رافضين كل الأندية أنهم يستضيفون أن يتدرب على ملاعبهم رغم أن جيب المبالغ التي هي مسموحة. الآن فريقي لما ينهزم الأسباب كلها أنا أحملها للاتحاد، أنه ما جاب ليش صالة، الأندية رافضة أن نتدرب في الصالة. بدون مجاملة التحكيم كان سيء، ونتمنى من الاتحاد العام لكرة السلة بأنه ينظر في هذه المشكلة ويدي لهم دورة تدريبية مكثفة، وقبل ما يجيبوهم يحكموا لنا في يعني مباريات دوري ممتاز يخلوهم يحكموا في مباريات يعني مباريات عادية يتعلموا، مش يجوا يتعلموا عندنا هنا. الاتحاد الجديد يبذل مجهودا يشكر عليه، ولكن لا زال هناك الكثير من الإشكالات، أهمها الأخذ بيد الأندية الصغيرة ودعمها. مروان حسن، أحوال الرياضة. المؤتمر الوطني للرياضة المزمع إقامته في محافظة تعز تأجل إلى مطلع الشهر القادم بعد كل التصريحات النارية حول أهميته والمكاسب التي سيحققها للرياضة اليمنية وكل اللجان التي شكلت لتحضيره والأموال التي أنفقت لذلك. وتتضارب أسباب التأجيل بين عدم الاستعداد الحقيقي لإنعقاده وبين كونه طلبا شخصيا من صاحب الفكرة. بداية الألف ميل خطوة، هكذا ينظر المهتمون والمتابعون للمؤتمر الأول للرياضة الذي سينعقد في الحالمة تعز بداية شهر إبريل. فكرة المؤتمر قدمها الأستاذ شوقي أحمد هائل من أجل الخروج من دائرة الفشل الذي يحاصر رياضتنا
في ظل قيادات ينعدم عندها التخطيط المستقبلي والآني. أعتقد أن هناك آمال كبيرة في الوسط الشبابي والرياضي حول المؤتمر الرياضي، وإن شاء الله أن يخرج هذا المؤتمر بنتيجة إيجابية ويشهده الواقع الشبابي والرياضي، كل المتابع يشعر أن هناك كانت فائدة من إقامة مثل ما هذا المؤتمر. نحن في اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني للرياضة قد أنهينا تقريبا حوالي 95%، حقيقة الأمر أنه لم نتوقع أن يكون هناك إقبال شديد على المشاركة، كنا نتوقع بأن يكون الإقبال ضعيف، ولكن تفاجأنا بأنه كان إقبال رائع جدا، ومعظم الأوراق التي وصلت إلينا غطت جميع محاور المؤتمر، والذي بإذن الله ستشكل يعني بصمة جديدة للرياضة اليمنية. تشكيل اللجنة الرئيسة جعل الحكم على المؤتمر بالفشل واقعا لا مفر منه، لكن تدارك الأمر بلجنة علمية أعطى شيئا من الإطمئنان، فيما النجاح متروك لتشخيص الداء الذي أصاب رياضتنا في مقتل ووضع الدواء بعيدا عن حقن المهدئات. حدث كثير من اللغط فيما يخص هذا الموضوع، الاختيار هل هم من الأسماء المتخصصة، هل هم من الإداريين المقربين، أو معظمهم من داخل وزارة الشباب والرياضة، وما تأثير ذلك على مناقشته للقضايا المطلوبة؟ إلى الآن لم تظهر الصورة بشكل الواضح، لكن نتمنى أن يتدارك أي خطأ أو أي قصور في هذا الجانب. أهم من هذا أنه المؤتمر هذا يخرج بقرارات تلامس واقع الرياضة وتستطيع أن تقفز بها نحو الأفضل وتكون محل تنفيذ. تفاؤل الكثيرين بالمؤتمر الرياضي لم يأتي من قراءة للمعطيات، ولكنه مجرد أحلام وأمنيات وتفاؤل براعي المؤتمر وصاحب الفكرة محافظ محافظة تعز الذي يترأس الإدارة النموذجية الوحيدة بين إدارات الأندية الرياضية. نحن بحاجة في وزارة الشباب والرياضة إلى ثورة على لوائحنا، ثورة على هيكلنا، ضروري من أن الهيكل يتحدث، ضروري من الهيكل يطرح قانون، نريد أن يكون هناك نظام يرسى في الدولة، اليوم بهيان موجود بكرة رايح، نرسي نظام للكل على أساس إذا مثلا كم محتاجة وزارة الشباب والرياضة من قطاعات، فوزارة الشباب والرياضة قد أنه قطاعات أساسية هي ثلاثة، هي الرياضة، الشباب، المشاريع التخطيط، هذه أساسية. تعز التي كانت مهد الثورات اليمنية تحضر اليوم لانطلاق الثورة الرياضية، فهل يبزغ فجر الرياضة اليمنية منها؟ طارق السعيد، أحوال الرياضة. انحدار مخيف لترتيب الكرة اليمنية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أسوأ مستوى لها، حيث وصل ترتيبها إلى 170 في تصنيف الفيفا، متأخرة بذلك عن دول يصعب إيجادها بسهولة على خارطة العالم. مرة أخرى يكسر المنتخب اليمني لكرة القدم رقما قياسيا خاصا به، فبعد أن سجل الشهرين الماضيين المركز 165 في تصنيف الفيفا كأسوأ تصنيف له، أبى رجال المدرب توم إلا أن يكسروا ذاك الرقم بخمسة مراكز دفعة واحدة ليحلون في المركز 170 بعد أن تخطوا بتراجعهم باكستان والنيبال وجزر الباهاما وموريتانيا وسريلانكا، ما أثار غضب الشارع الرياضي اليمني من هذا التراجع المخيف. أعتقد أنه تراجع طبيعي، ولأن النتائج ويأتي التقييم التصنيف العالمي من خلال النتائج للمنتخبات الوطنية، ونتائج المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة قياسا على ما يبدو أنه يبدو أنها جاءت نتائج سلبية في خسارتهم المنتخب البحريني، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها في خليجي 21. اتحاد كرة القدم الذي لم ينتهش خطة مدروسة أو في تطوير الرياضة كرة القدم بشكل عام، وبالذات كما قد تحدث فئة البراعم والناشئين والذي تعد الركيزة الأساسية في النهوض بواقعنا الرياضي.
ثلاث سنوات فقط وتحديدا منذ المباريات الاستعدادية لخليج 20 في عدن، استطاع خلالها اتحاد كرة القدم بالعشوائية والارتجال أن يقفز بالمنتخب أكثر من 60 مركزا، متخطيا منتخبات لم تعرف كرة القدم إلا منذ عقود قليلة وربما سنوات. فما هي الأسباب؟ طالما لم يكن هناك إعداد مسبق، يعني تخيل تنتهي كافة الأنشطة الرياضية في معظم لنقل الدول المجاورة ولا نقل العالم، ونحن نبدأ في حال انتهى الآخر نحن نبدأ في الدوري، كذلك الإعداد تراه يتصاحب مع مجموعة من التوقفات التي لا ندري ما سببها. الأزمة التي حصلت في عام 2011 كان لها انعكاسات سلبية على المجتمع بشكل عام وقطاع الرياضة والشباب بشكل خاص. ثانيا الوضع المعيشي للاعبين كونه وضع غير مشجع، اللاعب يفكر في مستقبله، في كيف يعيش أسرته، كيف اسمه، كيف يعيش حياة كريمة، وهذا ناتج لما تمر به البلاد. مارس 2013، هل يحمل هذا الشهر أسوأ تصنيف للكرة اليمنية على مستوى الفيفا؟ أم أن مسيرة الزحف مستمرة لنتصدر قائمة المنتخبات من الأدنى، فيما يعلق البعض ممازحين أن تصنيفنا لم يتغير، فقد تغيرت الأرقام وحل الصفر بدلا عن السبعة. لمعلومات أكثر حول موضوع تصنيف الفيفا لمنتخب اليمن في المركز 170، يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ فرحان المنتصر، رئيس تحرير موقع يمن سبورت الرياضي. أهلا بك أستاذ فرحان. حياك الله وشكرا جزيلا لتواصلكم. شكرا لك أستاذ فرحان. ما سبب تراجع مركز اليمن في التصنيف الأخير للفيفا برأيكم؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الانحدار؟ الحقيقة أعتقد أنه المركز الذي وصل له التصنيف المنتخب اليمني لا يتناسب مع تاريخ الرياضة اليمنية التي تجاوزت 110 سنة من الرياضة. وحقيقة الأمر أن تراجع التصنيف يعود إلى النتائج السيئة التي حققها المنتخب الوطني خلال السنتين الماضيتين، أو تحديدا خلال الفترة التي قاد المنتخب خلالها المدرب البلجيكي توم. والآلية التي يتم من خلالها اعتماد التصنيف لأي منتخب تعتمد على النتائج التي يحققها المنتخب في مبارياته الودية والرسمية. ونحن خلال 14 مباراة بين ودية ورسمية لم يحقق منتخبنا الوطني حتى نقطة التعادل. والتراجع المخيف والتراجع المخزي كان ثمرة لهذه النتائج التي أتت كلها سلبية وكلها صبت في خانة الخسارة. أستاذ فرحان، هل هناك تبعات ممكن أن تلحق بالمنتخب اليمني إذا زاد تراجعه وتدنيه إلى قاع التصنيف؟ أكيد هذا. شوف مثل ماذا يعني؟ في كثير من التبعات، أهمها أنه عند القرعة لتصفيات كأس آسيا أو تصفيات كأس العالم أو أي تصفيات رسمية يتم اعتماد التصنيف المنتخبات للوقوع في المستويات التي يتم من خلالها وضع الجدول أو وضع القرعة. وبالتأكيد المنتخبات كلها تتضارب من أجل تحسين مستواها على خارطة التصنيف، من أجل الحصول على فرص جيدة في المجموعات التي يتم المشاركة فيها تصفيات كأس العالم أو حتى في كأس الخليج. في كأس الخليج الأخيرة في خليج 21 تم اعتماد معيار تصنيف الفيفا لوضع المنتخبات على خارطة المجموعات. أكيد وأصبح التصنيف شيء مهم، والتصنيف هو يعني عملية تراكمية يتم خلالها سواء للمباريات الودية والرسمية أو كليهما. هي يتم فيها، شوف اول حاجه يتم الاعتماد على المباريات في نهايات كاس العالم، نحن طبعا لا نصل لكاس العالم، يتم اعتماد الفوز في او الخساره في مباريات تصفيات كاس العالم، بعد ذلك المباريات المعترف بها من قبل الفيفا، ثم نهائيات البطولات القاريه ومباريات تصفيات على مستوى التصفيات الاسيويه والقاريه على مستوى القاره.
وصلت والمباريات الدولية الودية المسجلة لدى الفيفا. وصلت هذا هو المعيار الذي يتم من خلاله. وصلت المعلومة أستاذ فرحان المنتصر الذي كان معنا عبر الهاتف، رئيس تحرير موقع يمني سبورت، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى في هذه الحلقة من أحوال الرياضة، ابقوا معنا. مكاتب الشباب في المحافظات عقبة أمام تطور الرياضة، لم يطالها التغيير. استاد عمران الدولي 10 سنوات عجاف. أهلا بكم من جديد. رغم انتشارها في أغلب محافظات البلاد فروع مكاتب الشباب والرياضة، إلا أن وجودها مثل عدمها، بل أن البعض أصبح عائقا أمام تطور الحركة الرياضية داخل محافظته. مكاتب للرياضة نائمة تموت الرياضة أمام أعينها، حتى الانتخابات الرياضية لم تطالها بالتغيير، في وقت تبارك وزارة الشباب والرياضة كل ما يحدث. مكاتب شاخت وهرمت قبل البلوغ، إذ أن المشيب غزا الرأس ولم يعد بالإمكان أفضل مما كان. إدارات عجزت عن تقديم ما يفيد الرياضة والرياضيين، فعمرها الافتراضي انتهى ولم يعد باستطاعتهم إنتاج الجديد. وضع الرياضة في الحديدة وضع مرزي جدا للغاية، ولا يدل على أن هذه المحافظة محافظة رغم أنها ترد للدولة بالخزينة الكاملة في الموارد وكل شيء، إلا أنها مهضومة كل الهضم، ولا يوجد بها أي مشروع حيوي من وزارة الشباب والرياضة وصندوق النشأ إلا مضمار الحسينية وضع قبل 3 أو 4 سنين، وتآكل نظرا لعدم وجود أي مخصص للصيانة أو أي شيء وشيء يرزى، وفي نفس الوقت أبيدت لعبة التراث الشعبي في الهجن والفروسية في هذه المديرية مديرية الحسينية. الرياضة في المحافظة بالنسبة يعني متدنية، والشباب يعني يائسين بشكل عام، فهمت؟ ويعني ما مش 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 مهتمين بالشباب، الشباب يعني يعني كل واحد يقول لك انا ما فيش من الدولة حكومة تهتم فيني. هكذا يبدو حال مكاتب الشباب والرياضة بالجمهورية، وواقع الرياضة المرير يحكي عجزها عن القيام بدورها، فيما التغيير لم يصل اغلب هذه المكاتب، وكأنها كتبت وقدرت لأناس دون غيرهم. حتى بدأت الأيام تكشف عن قضايا فساد مالية وإدارية وأخلاقية. مع قضية احنا فاتح الملف في مكافحة الفساد، كنت أتمنى ألقاكم ومعي الأوراق. معي أوراق فتحنا الملف بيزور باسم موظفين حق علاجات وشركاء له، بيغالط في حق جواز رئيس الجمهورية، بيخصموا منها ويطلعوها في ظروف وينقصوا منها 5,000 10,000 ويرجعوا يمكنوا الفائزين. يعني نصب واحتيال بشكل لا تتوقعه. هذا مدير مكتب الشباب والرياضة، فتتخيل هذا مدير الشباب ما يجيب من الرياضة ولا من الشباب. تغيير مدراء مكاتب الشباب نطرحه على طاولة وزير الشباب والرياضة، فهل تشهد الأيام القادمة ثورة رياضية؟ طارق السعيد، أحوال الرياضة. نادي سهام المراوعة في محافظة الحديدة يعيش مأساة رياضية حقيقية لم تشفع له 5 عقود منذ إنشائه من نظرة اهتمام. النادي الذي كان بطلا لمحافظته ورائدا في ألعاب القوى والشطرنج وغيرها من الألعاب لم تعرف الحداثة مبنى، ولا تصل إليه معدات وأجهزة الدعم الوزاري كاملا، حتى ملعبه تقطعت أوصاله لأراض عدة، تسابق النهابون والسماسرة نحوها بيعا وشراء. أنشئ في العام 1971، وفي البدء كان ناديا رياضيا باسم سهام بمديرية المراوعة محافظة الحديدة، إلى أن انتهى تاريخ صلاحيته بالنسبة للمسؤولين، فلا ندري هل خطر ببالهم أن يحولوه إلى متحف، ولكن المتاحف أيضا تحتاج إلى الدعم كي تستمر. مبنى أكل عليه الدهر وشرب حتى صار أشبه بالخرابة. هذا هو حال النادي اليوم بعد أن كان له صولات وجولات في الرياضة الحديدية. نادي سهام كان أول في القمة، ولا نادي سهام دخل في مشاكل، لو اهتموا باللاعبين الناشئين ولا اللاعبين الذين موجودين ولا حتى الاراضي حق النادي انتهبت،
ولا في معهم إداريين ولا في دخلوا إلى متاهات، والآن النادي هو في الحضيض. بنينا فريق جديد وطلعنا بطل المحافظة، وقلة الدعم ليس صعدنا للدرجة الثانية، وهذا الشيء. والرياضة أصبحت في المنطقة كان في من سابق كان نلعب من الساعة 1 إلى الساعة 10 في المحافظة في الحديدة، الآن أصبحت الرياضة في الحديدة ميتة خلاص، ليس لها دعم. بطبيعة الحال كل ناد يمتلك ملعبا وصالة رياضية على أقل تقدير. الصالة بدأ إنشاؤها لكن جاء السيل وهدم ما كان أنجز منها، ولم يعد بناؤه حتى اليوم. أما الملعب فما زال ترابيا حتى الآن وبلا أي سور، حتى صار غنيمة لبعض أهالي المنطقة الذين اقتطعوا منه أجزاء وبنوا عليه منازلا لهم. لكن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء تلك التصرفات، فقامت هي الأخرى ببناء مدرسة على أجزاء من الملعب، وطبعا بدون أي تعويض. هاي اللي عمد كذا الأرضية أرضية النادي، المفروض يكون وزارة الشباب والرياضة دافع أن أراضي النادي. بعدين النادي سام لها تاريخه مش نادي، بس للأسف الإدارة هنا في مسؤول المنطقة لا يعرف أي اهتمام. يوم الانتخابات تحصلون هنا أول الناس واجين، شيلوا ذاك طلعوا ذاك نزلوا ذاك، للأسف هذا للأسف. أرضية النادي انتهبت، أراضي النادي كلها من حولها من هنا بزوبيت كومي هنا بزوبيت كومي هنا بزوبيت كي. الآن أقل حاجة كدن باقي لها حاجة بسيطة هي بنا نصر، ولا لحد الآن لم يبنى نصر في داخل النادي. الحق هنا يجب أن يقال، الدولة أرسلت لهم هذه الطاولات كنوع من أنواع الدعم، وصدق من قال بأن هدية الغراب دودة، فهذه الطاولات وصلت ناقصة. إلى زمن ليس بالبعيد كان أبناء سهام المراوعة أبطالا للمحافظة في رياضات كثيرة كألعاب القوى والشطرنج وتنس الطاولة وكرة القدم، إلا أنهم عانوا من الإقصاء في مناسبات كثيرة يكونون هم الفائزون، ولكن أندية أخرى هي من تذهب للتصفيات. في ألعاب القوى كان الفريق طبعا بطل المحافظة في ألعاب القوى على مدار سنين، وفي نفس الوقت الدوري التصنيفي وعلى مستوى الجمهورية، ولكن فيما بعد تم تقليص النادي إلى يعني أنه مستوى نادي ريفي. فالدعم أولا قل الدعم، ثانيا عدم الاهتمام من مكتب الشباب الرياضة بالمحافظة بحكم على أن النادي ريفي، حتى الاستدعاء دائما يحصل على البطولة فجأة تحصل على أنها فريق الجيل أو غيره أو غيره. نقول لأبناء المراوعة لا تحزنوا، فأخوانكم في الظلم كثر، فالإهمال قد طال كل المحافظات. مروان حسن، أحوال الرياضة. منذ العام 2002 واستاد عمران الدولي ما يزال قيد الإنشاء، ورغم أنه من المنشآت الرياضية النادرة في المحافظة إلا أنه تعرض للكثير من العراقيل التي أدت إلى توقف العمل فيه لأكثر من مرة، فيما الرياضيون يشكون من غياب الأماكن والمنشآت الرياضية التي يمارسون فيها رياضتهم. 10 سنوات عجاف وأخر مجهولات لأستاذ عمران الرياضي، لا يزال العمل يسير فيه كمشي السلحفة، مراحل طوال ورياضيون سئم الانتظار، وسنين كهذه تكفي لبناء مدن رياضية في كل المحافظات. لكن المشكلات تارة في جهة الاستاد الرياضي الشرقية وتارة في الجهة الغربية، وحل هذه المشكلات ما هي إلا أضغاث أحلام حتى الآن. رغم الصعوبات التي تلقيناها وأكثر من أعوام بسبب الأرضية في الجهة الجنوبية من الاستاد، حيث كانت مشتركة مع الأمن المركزي، فلذلك تلقينا صعوبات كثيرة وأكثر من عامين. طبعا بخصوص المنصة الشرقية لم تنزل، نزلت مدرجات عادية ضمنها من ضمن الجهة الجنوبية والجهة الشمالية، ولكن أثناء زيارة الأخ محافظ المحافظة والأمين العام للمجلس المحلية والوزير تم توجيهنا بالتوقف في الجهة في المنصة الشرقية عشان يتم عمل منصة رئاسية. تتعدد الأسباب والموت واحد لاستاد عمران الرياضي، حكاية بنائه وتشييده تستمر جيلا بعد جيل، ولكن انتهاء العمل فيه مستحيل. شباب عمران المحرومون من حقهم في ممارسة أنشطتهم في استادهم الرياضي الذي سيشكل في حياتهم منعطفا هاما بدلا من اللعب في أراضي المقابر والحارات، ولسان حالهم يقول يا أسفاه على منشأة لم تنجز. احنا ننتقد
قيادات المحافظة أين هم من هذا الاستاد؟ كون عمران لا تمتلك ملعب، أندية عمران لا تمتلك ملاعب، فيقتصر زيارتهم على هذا الجهة فقط. يا محافظ عمران السابق والجديد يحضروا إلى هذا المكان لمدة 5 دقائق، يطلعوا على الملعب ولا يعرفون ما هي الصعوبات التي يواجهها. الآن شباب عمران وأندية عمران في محافظة عمران أصبح لاعبيها يعني بيلعبوا بس في اليرموك في العروبة، ولا يوجد معنا فريق يمثل محافظة عمران. الأسباب طبعا كثيرة وعديدة، منها عدم وجود ملعب رياضي مؤهل قادر على احتضان هؤلاء اللاعبين وإيجاد كالكثير من الكفاءات. واقع استاد عمران الرياضي أصبح مغلوبا على أمره بعد سنوات من الضياع والنسيان، وهو اليوم يئن ويطالب كل من له يد في انتشاله مما هو عليه. هذا الرقم غير واقعي في 10 سنين، ليس من قبيل هذا الرقم. الرقم في عصر يعني الانتخابات المحليه الثانيه 2006 بدا يعني تصنيف يعني الاستاد، وبدا اعلان المناقصه في يعني المرحله الثانيه في 2008 2009. يعني بعض التعثرات هي من قبيل عدم وجود سيوله مع المقاول، عدم وجود دعم من وزاره الشباب، عدم وجود المخططات الكافيه. ما من مشكله الا ولها الف حل، الا هذا المنجز المتعثر الذي سئم الرياضيون حل معضلته، فما عليهم الا ان يقولوا للجهات المعنيه لا تثريب عليكم اليوم ونفوض امرنا الى الله. صدام القدسي، احوال الرياضه. 3 ملايين دولار ربما هي قيمة صوت اليمن لمصلحة سركال الإمارات في الانتخابات الوشيكة لاختيار رئيس جديد للاتحاد الآسيوي، وحتى يتسنى للاتحاد العام لكرة القدم من قبض بقية بيع حقوق النقل بطولة خليجي 20 من قناة أبوظبي، في حين يقال أن في هذه الصفقة تلعب مصالح الشخصيات دورا يفوق مصلحة الكرة اليمنية. في ظل الحاجة الماسة لصناعة كرة يمنية بمهنية تعيد للجمهور اليمني ثقته بمعشوقته المستديرة، فاجأتنا قصة حقوق بث خليج 20 التي كانت من نصيب قناة أبوظبي الرياضية. حينها قبضت الحكومة اليمنية المبلغ حسب العقد الموقع عدا 5 ملايين دولار خصصت لرعاية المنتخب خلال 5 سنوات، دفعت منها 2 مليون. هذا ما أشارت إليه بعض الصحف الرياضية التي تداولت بأن يوسف السركال مرشح الإماراتي لرئاسة الاتحاد الآسيوي وعد الاتحاد اليمني بدفع 3 ملايين المتبقية من عقد رعاية المنتخب على أن يكون ذلك مقابل حصوله على صوت اليمن في الانتخابات الكروية. انتخابات الاتحاد الآسيوي هي بعد 2 شهر تقريبا، واعتقد انه الصوت اليمني لن يؤثر في الموضوع، واعتقد ان الاتحاد اليمني قد حدد يعني قراره وانه سيذهب بصوته لصالح المرشح الاماراتي اللي هو الاقرب يوسف يعقوب السركال. السركال يتنافس مع البحريني سلمان ابراهيم والسعودي حافظ المدرج الذي وقف يوما ضد استضافه بلادنا لخليج 20، وضد الحلم العربي باستضافه الشقيقه قطر لكاس العالم 22. 3 مليون دولار لي من الاتحاد الاماراتي، الاتحاد الاماراتي للاتحاد اليمني لكره القدم على سبيل الوقوف. فمعروف السركال معروف على الكره اليمنيه بالذات في تصفيات كاس العالم للناشئين قبل 4 مواسم عندما كان مدرب المنتخب الوطني سامي النعاش واداري المنتخب الاستاذ حسام الشنباني. فمنتخبنا صعد تلقائيا للدور الثمانيه، ولكن بقدره قادر في المساء السركال تدخل في امور لا تعنيه وحرم المنتخب اليمني من التأهل للدور الثمانية في كأس آسيا. فالآن الانتخابات الواقية هي قضية مولاء وطني، الولاء الوطني لهذا الوطن. إذا كنا نريد أن نخدم هذا الوطن أن نقف مع الوطن هذا، أما نبتاع ونشتري يعني نقول على الرياضة اليمنية السلام. هل وصل بالاتحاد العام لبيع صوت اليمن مقابل حفنة من الريالات؟ كنا قد زرنا الاتحاد العام للاستفسار حول هذا الأمر لكن لم نجد أحد. رمزي مختار، أحوال الرياضة. فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى في هذه الحلقة من أحوال الرياضة، ابقوا معنا. مبنى الاتحاد اليمني العام لكرة القدم فارغ على الدوام بطوابقه 7.
مرة أخرى أهلا بكم. مقرات اتحادات كرة القدم في بلدان غير اليمن خلية نحل مفعمة بالحياة والحركة، إلا أن الاتحاد العام اليمني مبنى من 7 طوابق فارغ على الدوام، الموظفون المتواجدون فيه لا يتجاوزون عدد الأصابع، فالمعاملات وأسئلة وسائل الإعلام لا تجد في الغالب مسؤولا في طريقها. ويقول البعض أن مبنى الاتحاد شكل والمضمون يكمن في منزل الشيخ حيث يدار الاتحاد من هناك. مجرد ما تقصد اتحاد كرة القدم تصيبك الحسرة والندم. مبنى ضخم يتكون من عدة طوابق، الدوام كأنه مقتصر على حارس المبنى، بعض المكاتب مغلقة وبعضها إن فتحت تكون بهذا الشكل، فلا تجد سوى بعض العاملين الذين لا يحملون أي صلاحيات عدا فتح المكاتب، بل أن منهم من همس لنا عن عدم استلامه مرتبات شهرين ماضيين ومهدد بالطرد في حالة المطالبة. للجان العاملة في الاتحاد مسميات كثيرة، لكنك لا تجد حتى إحداها تقوم بعملها، فداخل الاتحاد مشاكل لا يفصل فيها إلا رنة هاتف دون الرجوع إلى اللوائح المنظمة أو اللجنة المتخصصة، ومسابقات لا يقرها ولا يحدد ملامحها إلا شخصان فقط. قد ينذهل الناظر إلى هذا المبنى في الوهلة الأولى، لكنهما أن يعرف أنه لاتحاد كرة القدم فيحاول أن يبتعد 50 مترا حتى لا يصاب بالعشوائية التي ميزته وأشهرته عن أقرانه في الدول العربية والعالمية. فالمسابقات لا موعد ثابت لها وتدار بنظام المضغوط، أما المنتخبات فحدث ولا حرج، استعدادات تسبق البطولات بشهر أو شهرين، ومدربون مغمورون يأتون على قوائم جاهزة. فالإهمال الموجود داخل الاتحاد هو واقع يحكي وضع الكرة اليمنية، فأصبح يحمل الاسم كمن يسمع جعجعة ولا يرى طحينة. رمز مختار، أحوال الرياضة. بعد الحضور الجماهيري الباهت لمشجعي كرة القدم اليمنية، غابت الجماهير نهائيا في هذا الموسم من المدرجات، وتراوحت الأسباب بين ضعف مستوى الدوري وانشغال الناس بأمورهم الحياتية وتقدم الحدث السياسي على المشهد الرياضي. عندما تذهب إلى ملعب المريسي بصنعاء أو أي ملعب في الجمهورية اليمنية لمتابعة مباراة لكرة القدم في المسابقات المحلية، فإنك تشاهد عزوفا جماهيريا تكاد تخلو معه المدرجات سوى من أعداد قليلة تتناثر على واجهات الملعب، مشهد تكرر في المواسم الأخيرة لمسابقة كرة القدم، ويتكرر هذا الموسم في جولاته الأولى بغياب ونزوح أكثر عن المدرجات. بالنسبة لاعتكاف الجماهير عن المدرجات في هذا الموسم، هو ذي المرة بشكل كبير جدا لنا، أسمى من كل موسم أم لا يوجد حضور كثير سوى المواسم السابقة. هذا الجمهور لا أدري لماذا غاب، أعتقد أنه ناتج عن تخبط سياسة الاتحاد في إقامة المباريات وتغيير الجدول المباريات وإلى آخره. البعض يرى أن أسباب عزوف الجماهير عن مدرجات ملاعبنا تعود إلى ضعف المستوى الفني لدورينا، فيما يقول آخرون أن انشغال الناس بأوضاعهم المعيشية الصعبة أمر صرفهم عن المتابعة. عزوف الجماهير عن ملاعب كرة القدم يرجع لعدة أسباب، أعتقد من ضمنها الجانب الفني المتواضع الذي تقدمه بعض الفرق، طبعا غياب الجماهير، ان الدوري بدأ ما بدأ الا متأخر، وثاني نقل المباريات من الملاعب، ملعب الظرافي او ملعب الاهلي كان اقرب، بدل ما بتلعب لي في ملعب الثوري او الملعب شعب صنعاء، الجمهور بيضطر انه يتعب الى هناك، بيصير ب 200 300 ريال. من المستحيل ان تحضر عندما يسألها رجل في الهرم الرياضة في كرة القدم، وهذه الأول مرة نسمعها بادرة عندما يتمثل الجمهور اليمني والمنتخبات اليمنية بأنهم لا يقدموا شيئا. والجمهور اليمني قد معروف عربيا وخليجيا، من هو الجمهور اليمني الذي يتمنى كل مدرب؟ أنا كنت متابعين كرة القدم، متابعت، كنت شجع الأندية، كنت أحضر كل المباريات سواء في ملعب الظرافي أو ملعب المريسي، لكن في الآونة الأخيرة شفنا أنه ما فيش أي تطور، ما فيش أي تقدم. المشاكل اللي يعانيها الجماهير من
المعيشة وغلاء المعيشة والحالة الاجتماعية. هناك من يلوم الجماهير بقلتهم في اليمن وعدم اهتمامهم بالرياضة، وآخرون يحملون اتحاد الكرة والمستوى الهزيل الذي أوصل به اللعبة مما أفقدها نكتها وهم جمهورها. لكنك تتفاجأ بعدم حصولك على مكان في أي مقهى أو استراحة أو نادى رياضي أثناء حدوث مباراة أوروبية كبيرة. لأحوال الرياضة، صفوان النمري. مشاركة اليمن الخارجية في النسخة 20 من البطولة العربية لاختراق الضاحية بالقاهرة وضعت أكثر من علامة استفهام حولها، فالمنتخب تكون من لاعبين تم اختيارهم بعشوائية وأغلبهم من محافظة واحدة، كما أن البعثة المرافقة فاق عددها اللاعبين المشاركين، فهل كانت المشاركة بحجم ما حققته من إنجاز؟ أم الألعاب في اليمن أرملة منذ سنة أو يزيد حين غابت البطولات المحلية وانعدمت بشكل مخيف، وهو أمر أدى إلى تلاشي المبدعين وانقراض العدائين. هذه عوامل أخرى أنتجت صورة باهتة لمنتخبنا الوطني لألعاب القوى في مشاركاته الخارجية، كان آخرها النتيجة المخيبة للآمال التي عاد بها منتخبنا في مشاركته في البطولة العربية التي أقيمت مؤخرا في شرم الشيخ. هذا الفشل وصفه المتابعون بالأمر الطبيعي كون اتحاد اللعبة يعمل بمزاجية وعشوائية. بالنسبة للنتيجة المخيبة للآمال في مشاركة اتحاد العام لألعاب القوى بمصر، كانت نتيجة طبيعية لأن هذا الاتحاد أثبت فشله خلال السنوات الماضية وحتى الآن. أيضا أنه ما الاتحاد وقطاع الرياضة يعرف ذلك أنه ما أقمش أي تصفيات تمهيدية للاعبين، وجاءت المشاركة من أجل يعني أنه يعني تخيل المشاركة بعدد 7 إداريين و6 لاعبين، الإداريين أكثر من اللاعبين. المثير للدهشة والجدل بحسب ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية أن بعثة المنتخب المشارك تكونت من 6 لاعبين و7 إداريين وعلى رأسهم الوكيل المساعد لقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي جعل البعض يصف هذه المشاركة بسياحة خارجية فيما كانت تبريرات هذه القيادة غير منطقية. سافر معهم مدرب، سافر معهم إداري، هم اللي جلسوا بشرم الشيخ، ونحن حضرنا للإشراف على النتيجة ومعرفة مستوى اللاعبين، نقطة انطلاقهم في السباق، دخولهم مع الفرق، وما يشكك بكل ما يشكك في الإساءة للبداية الطيبة هذا هو نتيجتهم، إنهم حصلوا المركز الرابع. ويكفي أن الألعاب القوى اليمنية تأتي قبل مصر الدولة المنظمة والعراق بعدها، وهذا يكفي بحد ذاته، يعني أعتبرها نتيجة مقبولة للمركز الرابع. طبعا اللي شاركوا مع في البطولة هم 2 إداريين، إداري ومدرب ورئيس بعثة، البقية كانوا لجنة خاصة لموضوع آخر أو لشان آخر شاركوا في هذه البطولة. شهدت السنوات الأخيرة تدهورا غير مألوف لألعاب القوى في اليمن بتدمير من قبل اتحادها السابق وما يسير عليه الاتحاد الحالي من تجميد للأنشطة والمسابقات وبمباركة وزارة الشباب والرياضة كما يرى المهتمون. صفوان النمري، أحوال الرياضة. محبو الرياضة، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم لكرم متابعتكم. في الأخير لكم تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، حتى الملتقى، استودعكم الله وإلى اللقاء.